لو سمحتوا سكوت كلكم، اكيد مشتاقين لي. وعدت لكم في حلقه جديده واقول السلام عليكم ورجعكم في حلقه جديده، ولا احد فيكم يتكلم في سلسله فيتو. الله يا ردا. سؤال اول عند محمد، هل تتوقع ميهوك مع الجيش الثوري؟ لا، السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده لابراهيم، لماذا حكومه العالم تهاب من دراجون؟ لنا شنب. السؤال اللي بعده اصعب سؤال. شلون كذا الشباب؟ السؤال اللي بعده لعبد الرحمن، هل تشوف ان اودا استخدم سالفه الهكي اكثر من اللازم، لدرجه ان اصحاب الرتب الصغيره من البحريه يستخدمون هكي التصلب، وانه صار اقوى من فوق الشيطان حتى؟ لا اصلا لازم اصلا بعد السنتين انه يظهر القوه الجديده، القوه الجديده اللي ما تقدر تعيش فيها اصلا في العالم الجديد. لازم اصلا ما تقدر تقاتل اصحاب فاكهه الشيطان الا بالهكي، فطبيعي تكون حتى اصحاب الرتب الضعيفه سواء من البحريه او القراصنه عندهم هكي. قنع جوابك منطقي يا استاذ. برافو. اللي ما عنده هكي تصرف زي كذا تلقاه في العالم اليوم. السؤال اللي بعده عندي انا، هل من الممكن ان يكون كاينو خائن ويطلع عنده اهداف خفيه؟ وين يا جماعه كاينو؟ السؤال اللي بعده يستعينك بخائن. اللي بعده لمحمد، هلا، هل روجر يعتبر شخصيه ذكيه؟ لا اكيد روجر شخصيه ذكيه بقوه، شخصيه ذكيه. في فرق بين واحد ذكي وواحد يتغيبه، اكثر من يتغيبه ومتهور، لكنه ذكي فعلا. سؤال عندي كيفي. ليه عندك مشكله؟ عندك مشكله صك بيتو. سؤال لي بعد ابراهيم، هل ستكون معركه لوفي ضد كايدو مشابهه لمعركه اللحيه البيضاء مع البحريه لتحرير ايس؟ لا لا لا، مختلفة تماما، جدا جدا مختلفة. هذه شيء وهذا شيء ثاني تماما. يعني هذه كانت حرب اذا ما تقول شاملة، بينما هذه بتكون حرب بين اثنين كذا اثنين نفر قرصين. اي، واذا كان في شيء كذا بيجونك من هنا ناس من هنا ناس، بس مو شيء شامل مثل الحرب الملفوفة. اثنين نفر واحد كلام فكر انا خوف. السؤال اللي بعده لك يا عبد الرحمن، لو مات واحد من طاقم لوفي بيكمل لوفي حلمه ولا بيجي يحبط ويوقف؟ لا اكيد بيكمل، بس مستحيل احد يموت لو مات. شافوا هذا الاجابه، شوف جاوب بعدين رجع قال لك يا اخي خذ فرضيتك بعدين رجع قال لك لا غلط. النعم. السؤال اللي بعد لي انا، هل من ممكن نشوف زورو مستقبلا يكون بطل الارك ويقاتل الاقوى في الارك؟ كلا مستحيل، ولن يحدث هذا ابدا. لوفي هو الاقوى في الطاقم وهو ما سيقاتل اقوى شخص في الارك، بيريود، نقطة. خاصة بتصريح من الكاتب، طبعا الكاتب قال مستحيل هالشيء يصير. كفو عليك يا نعامي. السؤال اللي بعد لك يا ابو نعامي، هل تعتقد سبب بقاء النسر بيل اللي في حدث أرباست على قيد الحياة رغم انفجار القنبلة قربه هو كونه ممتلك فاكهة زون؟ وكما نعرف فاكهة الزون تعطي قوة جسدية عالية، وإذا تم إيقاظها تعطي قدرة علاجية كما قال كروكودايل عن حراس السجن بحشب الإمبل داون، او ترى السبب وين الكاتب عاوز كده وخلاص؟ عاوز العاوز شلون العاوز كاتب كده؟ الكاتب عاوز كده، مو بالعاوز كاتب كده. خلاص الكاتب عاوز كده وصح. قاعد اقول العاوز كاتب كده. جلتش. لا جلتش. خذ فيديو. والله صراحه انا هني اللي كتب السؤال هذا، ملاحظة جدا جميلة، أنا ما فكرت فيه منذ المنطلق نهائيا. هذه أول مرة سالفة الإيقاظ، هل ممكن بيل وصل إلى الإيقاظ؟ فيتو الكاتب عاوز كده. راح اللي بعده بس. سؤال اللي بعده لك يا إبراهيم، هل جميع الأجناس في ون بيس تقدر تستخدم الهكي الملكي ولا بس البشر هم من يستطيعون استخدامه؟ لأنه إلى الآن ما شفنا أحد يستخدمه غير البشر. هو إلى الآن يعني المفروض ما ظهر، لكن أنا ما أشوف أنه حصرا على البشر. سؤال اللي بعده لك يا عبد الرحمن، هل الطريقة التي تكتب فيها على البوليغليف موجودة إلى الآن في وانو او في وريث لها؟ واذا ايه، ليه الحكومة العالم ما تجي تزر في الطريق او الوريث؟ تزرف؟ تزرف يعني تسرق. تسرق. انا ايش قلت؟ تزرف يعني على اللي مكتوب، انا انقل اللي مكتوب. هل لا يزال في احد يستخدم؟ واذا كان في، ليه حكومة العالم ما تجي يعني قاعد يفترض انه في، واذا في ليش الحكومة تجي؟ لا، ويقول لك هل في واذا في، يعني اذا قلت لا ما في خلاص انتهى السؤال. واذا قلت ايه في واحد يعرف، ليش حكومة العالم ما جت خطفتها؟ اوكي حلو، صح، هذا المنطق صح. في وانو موجود، في وانو مستحيل الحكومه تدخل وانو، صعب عليها وبس. السؤال اللي بعده لي انا، لماذا اليونكولا يبحثون عن الون بيس؟
الا اليوكو يبحثون، البيج مام تبحث، وكايدو يبحث، والبلاك بيرد يبحث، شاكس الوحيد اللي ما يبحث والوايت بيرد فقط لغير. بيتو خلاص ما يحتاج حتى يقول لكم ليش بيتو، بس سوني بعد يقول حق ايش على الصوت اللي تقدم فيه. لا عشان اوريك انك ما تنرفزني يعني. لا لا عندك سالفه. لا هو بينرفزني، ما عنده سالفه، ما دام اللي خسرته فيتو خلاص انا منرفز. اللي توضح لنا انهم يبحثون عن الون بيس هم البيج مام وتيج فقط ليس الا، ولسه بعيد عن خشومهم اثنين بس. سؤال الموضوع اللي بعده لمحمد، هات ما هو سبب خلاف نيكو ماموشي وإينو راشي على الجبنه؟ القطو يحب الجبن بس الكلب ما يحب. استخد هو الموضوع ما فيه انهم كانوا مكلفين بحمايه شغله معينه، وكل واحد فيهم يلقي بالذنب او التقصير على الاخر وقبت ما بينه. هذا اللي انا كان مطالبين بحمايه شغله وفشلوا في حمايتها. سؤالي بعد لك قول لا قول، هل راح نرى تنانين سماويه تنشق وتنضم الى لوفي ودراغون في الحرب الاخيره نهايه القصه؟ رايتهم سود يا ولد. بس يمكن يطلع واحد اثنين شاطحين يمكن، بس يقول لك شعاب جلد خنزير يعني. يعني شفنا احنا اللي هو ابو دوفلامينجو كان منهم ايه صح، طلع كويس ففي احتمال في صح، بس ضعيف جدا. السؤال اللي بعده لك يا عبد الرحمن، لماذا تيتش لا يسعى خلف فاكهة لاو بما انها تعطي الخلود وهو يعرف بسبب قراءة الكتاب لفواكه الشيطان؟ تيتش لو يقدر يعني يوصل للاو، يوصل يعني لاصحاب الفواكه القوية اكيد انه بياخذها، بس ما قدر يعني ما توقع بيتو قابلة. تيتش له اهداف قوية يبي يوصلها باسهل الطرق، لكنه ما يبحث عن الخلود، وله هدف قوي يبي يحققه، وفعلا بيحققها باي طريقه إن كانت، الغايه تبرر الوسيله، سواء كانت الغايه الوسيله حقيقه او غير حقيقه، لكن هو ما يبحث عن الخلود، لا يبحث عن تحقيق الوسيله هذه، وعارف انه يقدر يحققها، عشان كذا ما يبحث عن الخلود، قاعد يمشي بخطى واضحه بالنسبه له. الله اكبر، انت جبت الكلام ده من فين؟ الله اكبر عليك. والله العظيم هذا اول مره اتكلم عن البلاك بيرد بشيء كويس. شيء منطقي يعني، قول روح شوف زلمه يا احد يتخلى عن عاطفته، شو يصير فيه؟ في ناس راكبين ينغبنون. اكتبها لك عادي ترى القلم عندي. السؤال اللي بعده عندي انا، لو ان شيريو نفذ اللي طلب منه ماجلا وساعده، وش كان بيصير في الامبل داون؟ يخسي يطلع البلاك بيرد، كان البلاك بيرد منتي في الامبل داون ولا طلع منه نهائيا، ومسح من وجهه وميت وخلاص، سكينا منه وكل وايت بيرد يمكن على قيد، لا بيموت وايت بيرد بس ايس بيبقى على قيد الحياه على الاقل. فيتو بكل بساطه لو ان تيتش مقابل شيريو كان بيتجادل معه وما كان بيغامر انه يواجه ماجلان، ممكن يهرب او يروح يمين ويسار وفوق وتحت، لانه مو ما راح يغامر الا اذا كان هو زي ما انا زي ما شفنا انه كان يبغى يعني هو عارف انه بيتو. يا اخي انا حرقين، احنا حرقين وخاصين، انت اللي ما حرقت يا اخي، رجع للمنطقيه. وين المنطقيه في الكلام يا اخي؟ ما يصير كذا بكل بساطه، بتفله واحده طشر تيتش واللي معه، كيف تقول لي ما كان بيغامر ما كان بيغامر؟ خلاص انتهى تيتش، لولا وجود شيريو وانضمامه معه كان مات تيتش بالسم، تيتش اللي معه افتكينا من تيتش ولا شفنا فكتين وثلاث فواكه. كلم كلمه في تسليم وافحمه قال ايش قال ما ادري شنو. سؤال اللي بعده لك يا محمد، لو كوما اطلق هجمته الاوروسوس شوك ضغط صدمه الهواء الجوي هذه يسويها، هل يقدر تيتش يبطلها بعد ما يطلقها؟ لا لا بعد ما يطلقها ما يقدر تيتش يبطلها، تيتش يبطل باكيتك اذا امسك فيك وقبل لا تطلق ضربتك، ولا كان تيتش ابطل طلقات ايس اللي حرقته وصلخته وقلبته جالو كباب خايس. كلام كليم حلو علي يا محمد، اجلد اجلد. السؤال اللي بعده لك يا بريم، ما هو هدف تيتش كقرصان غير ملك القراصنه؟ هل لو اصبح ملك القراصنه وقرا التاريخ واتضح ظلم الحكومه هل سيشن حرب ضده؟ لا لا ما اتوقع انه عنده حرب، هو عنده حرب على العالم كله اتوقع يعني، ظنه وصغير انظلم كثير من ناس كثيرين فهدف انه ينتقم منهم. منطقي وجهه نظري، منطقي
حلو كلام حلو. كليم حلو 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 كلام كليم. وإذا حصل جد الحكومة العام جلدها عادي ما عنده مشكلة. اللي بعد ليش تقول الكلام كليم؟ خليت يسكت أحسن. طق فيتو هاي. سؤال اللي بعد لك يا عبد الرحمن، هل الكتابة اللي على البونجل في لغة المملكة المزدهرة؟ Interesting. سؤال صعب. سؤال صعب. إيه. إيه وبس يعني ما أقدر أحلل لك وأعطيك انطباع أنا ما نفهم بس أعتقد إنه. نعم. ليه ما تستين طيب؟ سؤال. طبعاً بيعطيني باص بيحترم نفسه بيعطيني باص ما احترم نفسه شو أسوي؟ سؤال بعدني أنا، هل فيجا بانك يتعامل مع الحكومة من رغبته ولا مجبور؟ وجهة نظري الشخصية مجبور. قال ذا الكلام في حدث البيج مام عندما قال ال شيك لقيت شيء عندما قال جاجي أنه كان معا وأن الحكومة جلدتهم جميعا وأن هن حاش ومسكوا البقية للسيزر الرابع بس سيزر بعدين حاش. فيجا بانك اتوقع انه مجبور مو براحته مو كيف يعني كانوا يسوون تجارب كذا مع بعض حلوين في الساينس يكتشفون العلم وكل شيء بعدين جات الحكومه ووف وسكت. توقع مجرد توقع. في الحلقه 847 جيمبي قال لا احد يستطيع ايقاف البيج مام وهي خارجه عن السيطره، هل فعلا لا يوجد احد يستطيع ايقافها مثل شانكس او كاين مقصد احد الحاضرين او ام يقصد كان احد الحاضرين وقتها في الحلقه 847 جنبي قال لا احد يستطيع ايقاف البيج مام وهي خارج عن السيطره، هل فعلا لا يوجد احد يستطيع ايقافها مثل شانكس او اكاينو ام المقصد كان احد الحاضرين وقتها فقط؟ طيب في الارك حق البيج مام ما في احد، عشان ننصف الموضوع ترى في ارك البيج مام ما في احد يقدر يوقفها، لكن لو يعني يونكو اخر دخل الموضوع او احد بقوة يونكو أكيد بيوقف، بتكون جاد مجارد لكن آخر شيء بيوقفها، هي بالأول بالأخير يعني تعبانة بسبب جسمها ضعف وذاك بيكون سليم فأكيد بيوقفها. توقعت بتكون مو منطقي، توقعت اللي بحرق جولد فيتو اليوم بس أشوف الحمد لله مو منطقي. سؤال اللي بعده لك يا إبراهيم، دايفوكو من أبناء البيج مام اللي يظهر جني من بطنها بحق سببتها أي، هل هذه هي فاكهة شيطان؟ تشكا باس محمد يعوضك على السيلة محمد عوره قلبه انه سوى له حق بدل ما خلص والله ما ادري ايش قصته والله يفترض انها فاكهة شيطان يعني اقول والله مو فاكهة شيطان والله اما بتسكن في شيء ما لقيت الا سوى كذي وسكنت فيه زالي بعد لك إبراهيم رجع لك بعد أن عملت باص محمد عندما تحرك شخص مقابلة الوايت بيرد وقالوا أن البحرية أرسلت أسطول لمنع مقابلته، السؤال هو ليش ما أرسلت البحرية أدميرال مع هذا الأسطول؟ بكل بساطة كانوا يجهزون حق حرب الوايت بيرد أساسا، حتى لو عندهم شيء عندهم كله يبون حق الوايت بيرد ما لازم بيحون ضيعون قدرتهم هنا وهنا وهنا خربت مالطة ما هي فايدة، فما يقدر يسون أي واحد كل القوة يحتاجونها. فيتو تسند كافو ماجد. وقت الميتينج يا صديقي كان أوريدي بلاك بيرد ما بعد يهزم إيس ولا بعد يسلم، أساسا شانكس كان يروح يقول حق الوايت بيرد اسحب إيس خلني أنا أروح عجلده، فلحد الحين ما بعد حتى يمسكون إيس ولا بعد يخططون إعدام إيس عشان يحتاجون الأدميرالات ما الأدميرال. بكل بساطة لو فعلا أدميرال جاء بينجلد من شانكس فعشان كذا ما أرسله. انا كنت اظنك تقصد في السؤال انه يوم شانكس راح يقابل كايدو يوقفه، ايش دخل كايدو بالموضوع متى قابل الاسطول هناك؟ سؤال عندك عبد الرحمن، قوه ماركو التجدد، طيب لو كان مقيد بالكيروسكي زي بالحرب وقطعه يده عشان يتحرر هل ترجع يده ام لا؟ حتقطع لكن ترجع يده مثل ما اوكيجي رجع يده مثل ما اكاينو يقدر يعني يطلع بيده النار والبراكين فنفس الشيء بيروس بيرو نفس الشيء حتقطع يده لكن بالفاكهة ممكن يطلع يد أخرى وجهة نظري في الموضوع بس. سؤال اللي بعده لي أنا، هل يمكن وجود فاكهة نسخ يعني أخذ قدرة مستخدم فاكهة شيطان أو فاكهة تأخذ قدرة بشكل نهائي لمستخدم الفاكهة يصبح رجل عادي؟ انت اللي تتكلم عن هذا اللي قاعد يسويه الوايت بيرد بالضبط، بس البلاك بيرد عفوا بالضبط، بس البلاك بيرد يسويه بالقتل وليس بالنسخ، اما فاكهه نسخ نومي
ما اتوقع انه موجود. انا شفنا فاكهه مستر تون ينسخ وجهك، هذا شيء عادي. اما نسخ فاكهه ما ظهرت في ون بيس ممكن تظهر مستقبلا، انا ضدها، ما اتوقع انها راح تظهر. السؤال اللي بعده لك يا محمد، هل تستطيع جولري بوني تحويل شوجر لعمر اكبر؟ نعم، شوجر طول عمرها صغيره، هل تستطيع جولري بوني تكبرها تعجزها؟ لا لا، لان قدره بني راح تكون مثل البركه، واللي على شوجر مثل لعنه الفاكهه اللي جات او اضافه من الفاكهه، فهذا شيء محتوم ما حيتغير. كيف القراصنه يعرفون مكان بعض وهم اعداء زي ما جاء ميهوك حق شانكس علشان يعلم عن جائزه اللوفي؟ القراصنه الكبار دائما خلاص يقول لك هذا مكاني، تبغاني تعال، اذا فيك خير قرب، اذا فيك خير قرب تعال، فكذا خلاص يقول لك انا بجيك بسرعه. البيج مام معروف مكانها، كايدو معروف مكانه، شانكس معروف مكانه، تيش معروف مكانه، اللي يبغاني يجيني تعال، ما بقول لك لا، تعال تعال جار انا افرجيك. فهذا شيء طبيعي جدا، خلاص انا صغار لا عادي. سؤال اللي بعده لك يا عبد الرحمن، لو اكل جنبي فاكهه شيطان بيقدر يستخدم تقنيه اليوجن كاراتيه المتحكمه بالماء ام لا؟ طيب اوكي، جنبي يقدر يتحكم بالماء سواء كان عنده فاكهة أو بدون، لأنه مستخدم فنون الكاراتيه حقه. ما طب في الماء يستخدمه. وحتى تأيد على كلامك زي ما قلت، حتى لو طب وسط الماء وهو في وسط فقاعة يقدر يتحكم وسط الماء عادي. صح، لأن شفنا الريدي لوفي قاتل فاكهته وسط الماء. صح. السؤال اللي بعده لي أنا، شفنا فاكهة الظلام تجذب الأشخاص وخصوصا مستخدمي فاكهة الشيطان، وأيضا تبطل قوة فاكهة، فهل تيتش قادر على إبطال قوة ضرب السيف الأسود حق ميهوك؟ أقصد إذا قام بإطلاق ضربة من مدى بعيد. لا، ما يقدر يبطلها أبداً. إذا هو يقدر، هذا في خطأ في السؤال أساساً، يقول يقدر يسحب الأشخاص، ما يقدر يسحب إلا مستخدمين الفاكهة فقط. أي شخص عادي زي زورو مثلاً ما عنده فاكهة ما يقدر يسحبها ولا يقدر يأثر عليه نهائياً، لأنه صح. يقدر يسحب القوة الفاكهة اللي عنده يمتصها فقط لا غير. فإذا إذا ميهوك عنده فاكهة شيطان يقدر يسحب ميهوك، بس ما راح يقدر يصعب ضربته، لأن ضربته مش فاكهة شيطان، ضربته ما لها علاقة بفاكهة شيطان، هذه ضربة سيف سلاش، فما لها علاقة. بتقص كابشته. شق شق. السؤال اللي بعده لك يا محمد، هات، ما هو السبب اللي يدفع كابوني بيج لإسقاط البيج مام؟ بس عبد الرحمن. طيب صراحة مثل أي سبب عند سوبر نوفا عشان يوصلون لمستوى اليونكو او يعدلوا اليونكو او حلم ملك غراسن. لوفي وجهته الى اللي هو كايدو، يستسكد هوكينز ابو وجهتهم الى شانكس، يطمحون انهم يرتقون يعني في المستوى، فكابوني طاح في ارض البيج مام يعني بذكاء وعقليته انه تحالف معها عشان يغدر فيها، بس ما لم تزبط معه. لم تزبط معه. سأل لي بعد لك يا محمد يعود، هل يستطيع شخص متقن لهاك التسلق من التأثير على روح بروك مثل سياف، هل يستطيع قطع روح بروك؟ إذا قصده أن التسلق بيقطع روح اللي خارجه من جسم بروك، لا ما حيقدر يقطعها بهاك التسلق، لأنها مش تقنية هجومية، هو تقنية تجسس، فما حتقدر تمنعها بهاش. السؤال لك إبراهيم، هل حما مكانه تستطيع إذابة الكايروسكي؟ تبطي عظم بس كمان. عجبني. سؤال اللي بعده لك يا عبد الرحمن، هل اليونكو سيموتون ام سيهزمون؟ جاوب بحذر. ستيل. جاوب بحذر حتى تكبر. اليونكو مثل ما مات الوايت بيد، فمو بعيد على اي واحد من اليونكو. الله اكبر عليك، جبت الكلام ده منين؟ حط كمك. إذا الشنب مات الخمة مثل بيج مام وبلاك بيرد ما يموتون، أكيد بيموتون وأكيد يهزمون، وأي واحد يقدر يهزمهم خلاص، إذا طاح الكبير والصغار زين يندسون عادي، يعني شو المشكلة أنهم يندسون؟ يس حبيبي، في فطاح لفوق وفي خمة بيطوفه عادي. الله أكبر عليك. ما حد قادر حتى يضحي بقول كلام كليم وستيل سليم وقنع وأفحمه. السؤال اللي بعده لي أنا، في حرب المارين قبل اطلاق لوفي للهاكي، هل تتوقع ان احد الحاضرين راى المستقبل؟ لا ما اعتقد، لان بوسط المعركه والكل كان يعني يتذابح مع شخص قدامه في فاضيين، واضح ان اي استخدام هاكي لرؤيه المستقبل المفروض انك تركز على لوفي، ما حد كان منتبه لوفي ولا معبر لوفي ذاك الوقت، كان يتقاتل مع ناس صغار جدا، ما حد توقع من لوفي انه يطلق هاكي ملكي بهالقوه اساسا. السؤال اللي بعده لك يا محمد،
هل من الممكن لوفي يستخدم تقنية يمديه يمط أو يضخم جسمه إلين يصبح بحجم كايدو بما أن لوفي مطاط؟ نعم نعم يستطيع، وأنا أعتقد أكمل السؤال ولا ما تبي؟ لا لا ما يحتاج عشان احد طيب عادي نعم خلاص نعم يستطيع جواب ويقدر ويتضخم، وانا اعتقد انه راح اكون المحاوك الخامس وحكون قوة يقدر لوفي 1-on-1 يفقع وجه كايدو لانه راح يتضخم على حجمه، وراح تحقق نظريتي ان الغول عدوه القرد في الاساطير اليابانية وبتصير نظريتي بيتو قلنا تضخم حلالك تضخم يا حبيبي، بس انك تفقع وجه كايدو واحد واحد تبطي عظمه جولدن فيتو بيفقع واحد ضد واحد وسترون جولدن فيتو لوفي بالجير الخامس بالجير الرابع باللي هوبا بيفقع كايدو رجل لرجل المواجهة النهائية. سليمو جولدن سليمو وحرقه. يس السؤال اللي بعده لك يا سؤال عندي انا الحين لما ايس راح يلحق البلاك بيرد قال الوايت بيرد اشعر بشعور سيء واحس بشعور سيء، اذا كان فعلا حاسس بشيء سيء ليش خلى ايس يروح لحاله؟ لان ايس راسي بس عنيد قال له اقعد ولا تروح يا ابن الحلال خلنا انا بصفع عنه هذه المشكله، ذاك الا مصدق روحه انا انتبه انا اجيب راسه، في الاخير جاب مصيبه على راس ابوه واخوانه كلهم. كفو فعلا فعلا احبك يا ايس بس صراحه كنت حيوان في المشهد هذا جدا. في سؤال جدا طيب حق عبد الرحمن علي ما اذكر انا اسئلتها كلها معقده نكبه يا سيد. عرفنا لما استخدم فاكهه الشيطان لا يستطيع السباحه، هل بروك اذا غرق بيموت ام لا بما ان ما ليس لديه فئتين؟ وبعد كتب لك اكيد مو مايت اكيد مو مايت. شفنا جاك اذا كان هو فعلا هجين هو عنده فاكهه ليش ما مات؟ عادي بروك اصلا ما عنده لا رئه ما عنده خشه ما عنده شيء بيكون محارب هيك العظمي تحت المحارب ليه يطلعونه والله نظريه حلوه منطقي منطقي. سؤال اللي بعد لي انا، لو فرقه زورو اللي راحت وانو راحت لاسترجاع سانجي هل بيقدر يرجعونه؟ وهل زورو كان بيقدر يفوز على كراكر؟ نعم نعم لو زورو يقدر يفوز على كراكر ونعم راح يفرق شيء كبير لو جاوا ذلك. كفو كفو. السؤال اللي بعده لك يا محمد، هل فرانكي راح يغير مجرى حدث بسبب تعلمه اشياء كثيره من المختبر العالم فيجا بانك، وهل راح يتفوق على فيجا بانك مستقبلا؟ ستيل كفو. نعم راح يغير وبقوه، وبرضه لازم يتفوق عليه، لازم يتفوق على فيجا بانك. كفو كفو منطقي منطقي الولد اليوم منطقي لازم عليك يعني. طيب السؤال اللي بعده لك يا ابراهيم، هل هكي التصلب بشكل الاسود ثغره بالقصه استحدثها اودا بعد سنتين؟ لان في حرب القمه ما شفناه، لكن كنا نسمع ان هذا مستخدم هكي يقدر يجاري يستخدم المجي. لا لا شوف هي بكل بساطه يعني قبل ما كان في العالم القديم ما كان في ناس كثير يستخدمون هذا الشيء، فحين يومنا في مستخدمين كثير لهذا الشغلة قام يطلع لك اياه ويوضح لك اياه وضوح كامل عشان تفرق انت كمتابع ان هذا استخدم الهاك يعني عشان يضرب ولا ما استخدمه. سؤال اللي بعده لك يا عبد الرحمن، تيتش غدر في طاقمه عشان يحقق حلم طاقم لايت بير، فهل من الممكن يسويه مع طاقمه الحالي؟ يسوي انه يغدر في طاقمه الحالي؟ لا اكيد لا اكيد. فيتو فيتو اتكلم. تيتش هو اللي جمع الطاقم هو اللي سوى الطاقم هو اللي فيتو الغدار طول عمره فيتو اتكلم بعدين. هو اللي اختار الطاقم وهو اللي بيوصل فيه الى ملك القراصنة بعد. كيف عليك يا ابني يا ابني 20 سنة كان قاعد عند الوايت بيرد عشان هذه الخطة، تجي انت تقول لي بعد ما يسويها وجمع طاقة جولدن فيتو كلش ما استخدم قلت قاعد تحرك جولدن فيتو جولدن فيتو حبيبي اللي الوسخ مرة وسخ كل مرة، وإذا استدعت خطته في المستقبل أن يضحي بطاقمه بيضحي، وخصوصا لتعارضت مصلحة شيريو مع مصلحته شيريو دموي، فلو تيتش لقى له شخص يبي يتحالف معاه وشيريو يبي قتله
وبتصاع بينهم المصلحتين وقال لشيوي راح اقتلك لو تصارعنا، وهنا راح تيجي يتخلى عن شيوي ويخونه الخاين مره يخون الف مره. يا رجل كان في طاقم اقوى رجل في العالم كان يقدر يحقق طموحه تحت رايه الوايت بيرد، بس الوسخ وسخ يا حبيبي. يس يس فيتوس علي كلام كليم وجولدن فيتوس علي وعبك عندك جولدن تضيع اثنين فيتوس عليهم ذو طيبت خاطرك. قلت اللي مغبون مغبون قلبي. السؤال اللي بعده، هل يستطيع بيكا ان يتحكم بقلعة كابوني علما ان بيكا يتحكم بالحجر وقلعة كابوني من الحجر؟ بس محمد، قلعة كابوني ليست من الحجر، هي اجزاء من جسمه تتحول الى حجر وليست حجر صافي 100%، فما حيقدر بيكا يتحكم فيه عشان ما يصير تداخل فوق مع بعض. كفو عليك، انا كنت عارفك بتجيبها صح. السؤال يرجع لك، روح. اي طبعا. السؤال اللي بعده لي انا، هل رافتل تعتبر الدوله المزدهره واخفت نفسها في الحرب ام انها خزينه المملكه المزدهره وكل اسرار المملكه وكنوزها فيها؟ يعني رافتل هي المملكه المزدهره ولا المكان السري في المملكه المزدهره؟ اوكي فهمت. لو بناخذ بنظريه اخونا الغالي اياد الانمي اللي نزلت بالقناه، انصحكم تروحوا تشوفونها، ما بقول الحين كامله في الفيتو. المملكه المزدهره هي اساسا حسب نظريته اللي جاءت اوريدي طارت الى السماء جايه، واوريدي هذه المفروض انها تكون خزينه. نعم. لا تستنى، ما حد صاكك. سؤال اللي بعده. لا والله قاعد ادور عليه. سؤال اللي بعده لك يا محمد، لو لوفي مات بدال ايس هل بترجع ذكريات سابو؟ لو لوفي مات بدال ايس كان ترجع ذكريات سابو، نفس الشيء لا شاف اسمه، ما كان بيتغير شيء. نعم نعم نعم، برافو عليك، صدمه عاطفيه رجعت الذاكره. السؤال اللي بعده لك بريوم، قول اذا شخص استخدم الخلود في فاكهه لاو وش يصير للفاكهه؟ اذا في شخص مستخدم لفاكهه لاو استخدم الخلود، ايش بيصير بفاكهته؟ بيموت، وتروح الفاكهه حق اقرب مكان جنبه وتروح فيها وبياخذ واحد ثاني. اكزاكتلي تقنيه نهائيه حق سيم سيم، واللي انكم ما سمعتوا صوته سيم سيم يعني. سؤال اللي بعده لك سيم نفا تاني سيم سيم لاو، ما في فارق. السؤال اللي بعده لك يا عبد الرحمن، لماذا نهوذ البحرية وحكومة العالم لم يصل لجزيرة السماء ولم يهتموا بها؟ هل لأنهم لم يعلموا بوجودها أم لوجود سبب آخر؟ ما هو؟ ستيل قاعد عد الثواني. ما فيها شيء، جزيرة السماء ما في شيء يجذب اهتمام حكومة العالم. يعني اللي واضح ان حكومه العالم ما عندها الا 147 دوله، والجراند لاين واللي برا الجراند لاين في دول كثيره. حكومه العالم تهتم بالحلفاء اللي يزيد من قوتهم، جزيره السماء ما في شيء يزيد من قوتهم. طبعا ممكن هم اساسا يعرفون عن جزيره السماء الفعليه بس ما يدرون ان جايه نص حطار فوق، الا اذا كانت فعلا هي المملكه المزدهره، هذا شيء ثاني. سؤال اخير لي انا، اذا كان مجرد انفجار صندوق تامي تامي باكو، انا متعمد اسميه تامي تامي باكو، سبب هزه وزلزال كاد يقتل بيج مام بكل سهولة، سؤال هو لماذا لم يفكر اللحية البيضاء أن يزلزل الهول كيك آيلاند من بعيد بفاكهته وبذلك تموت البيج مام ويستولي على أراضيها؟ والله أنه شوف جولدن بيتو جولدن بيتو أول شيء بيج مام ما كانت بتموت بسهولة، ثاني شيء الويت بيرد ما يطمح يجمع أراضي أكبر من أنه يطب توتلاند مكان قذر، هذا ما ويت بيرد أكبر من أنه الله أكبر. لا خوف علينا وقوة وجود عبد الرحمن، شدرهم عشقا للبيج مام إلا عشقا للوايت بيرد أكبر. كفو. أو معنا صح الحق يقال يعني، الوايت بيرد شخصية عظيمة جدا. يا خسارة خشيت الجولدن حقي على الفاضي. شباب في ريحة خايسة. وشو؟ الجولدن حقه خايس. خلاه خمر اللي مخاص. ليش ما استخدمت الجولدن يا إبراهيم؟ حلقة. عشان هذا يعني ما يعرف يقول جول، وقال كذا ما قال قلت ما سمعته تحسونه هيك. في الختام قولوا معنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا الاشتراك في القناه وزر الاعجاب والشير، ونشوفكم على خير. سؤال اللي بعده لك يا من واحد قبل اللي زاد والله ما بداخل فيه تعلم اليوم ينقط خسر اثنين اوريدي خلاص اليوم ينقط منطقيه نقط منطقيه اليوم. وين السؤال كان عندك؟ حكيت اسناني الظاهر مخي هنا السؤال كان عندك عندك يعني شيء ما
بس ما حد كاتب يقول حق شنو. طيب سوري السؤال اللي بعده لي انا. عندك مشكله ها؟ قول فيت. لا لا سلامتك. تتواجهك وتقول عندك مشكله كانك تقول عندك سلف. سؤال اللي بعده الحين دا يستخدمون بيتي. ايش ما عنده لبيتي واحد؟ منو؟ ماجد ما استخدم لبيتي واحد. شنو يقول استخدم بيتي وين؟ قص علينا. استخدم بيتي وين؟ اعطيه بيتي وين. ويقول استخدم. لا لحظه لحظه لا ما استخدمت له واحد. لحظه خلنا نتذكر. كذب علينا. لا خلنا نتذكر. سويت فيتو عليك انت محمد صح؟ بيتي وين خلاص انت اعترفت انا ما قلت شيء. اللي بعده انت اللي كنت قصه عبد الرحمن عشان خليه يسوي هو فيتو. ما ديش دعوه خلاص انا ما بسامحك. اللي بعده خلنا نتذكر صدق. انا سويت لك انت فيتو. سويت لك انت فيتو ابراهيم. ما سويت له فيتو واحد خلاص. اجي خلاص ايش تضربوني يا ظلمه. انت اللي اعترفت انا قلت شيء. ذا انا قلت قصه على عشان اخليه يضرب فيتو. ليش ليش؟ طيب اسمع اسمع. واحد يجيني يقول لي سرقت بقص يدك سوي حركه. وفي نظرك شخص عظيم طيب. انا ما قلت السؤال ما السؤال ما له علاقه. السؤال ما له علاقه هو طيب ولا لا. هو مغبور مجبور ولا برغبته بس. مو بمغبور مو بمغبور. انا واثق انه مو بمغبور صادق. اللي بعد في الحلقه 847 جيمبي قال لا احد يستطيع قفل بقمم بقمم. طيب بعدها عندما تحرك شمس شي عدل ما هو الجاي. الله لا يبارك فيك. حط ستيل. حطينا الستيل. طيب. شي عدل ما هو الثاني يعني. قلت ابي باصر ما ارضى عليك يا محمد. ما قطيت الا ابو سوا ها. كذا وصلنا لنهايه حلقه الفيديو لهذا اليوم. في الختام كله الجولدن حقك قليت. اوه 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 الجولدن حقك من السوق الصيني. اوه 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 اوه.